خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع الحقيقة مؤخرا الناس تتكلم عنه كتير جدا، ويمكن آخر التحذيرات كمان اللي أطلقتها منظمة الصحة العالمية قالت أنه في متحور جديد لكورونا اسمه فليرت. المتحور ده بينتشر بشكل سريع ووصفته بالأخطر عن كل متحورات كوفيد اللي ظهرت من 4 سنين. طبعا التحذير اللي أطلقته منظمة الصحة العالمية ورد في مضمونه أنه ممكن يحصل تفشي للمتحور بشكل أكبر حول العالم في ظل الموجة الحارة اللي بتشهدها البلاد اليومين دول. فإيه الحكاية بالظبط؟ إيه القصة على وجه التحديد؟ معانا دلوقتي على التليفون دكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح. صباح الخير يا دكتور أمجد. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على السادة المشاهدين. اسمح يا أهلا بيك يا فندم. إيه حكاية المتحور الجديد وهل بتكمن خطورته فقط في أنه سريع الانتشار؟ طيب احنا نطمن الناس ان كورونا هو طبيعه التحول، الفيروسات عموما هي التحور، بمعنى ان كورونا طبيا لن ينتهي، كورونا اصبح فيروس تنفسي هنعتاد عليه مثل باقي الفيروسات، ولكن خطورته وحدته هي اللي هتبقى اقل الفتره اللي جايه. تحور فيروس كورونا الفتره اللي فاتت للاضعف، بمعنى ان هذا الفيروس الفتره اللي فاتت كل التحورات اللي حصلت جعلت من الفيروس قدرته على الانتشار اسرع بصوره كبيره جدا، ولكن خطورته اقل. بمعنى ايه خطورته اقل؟ يعني مضاعفاته اللي كانت بتحصل قبل كده اقل. تحور، ودي من نعمه ربنا ان تحور الفيروسات ممكن يجعلها ليها قدره كبيره على الانتشار، وده اللي احنا شايفينه عالميا في المتحور الجديد اللي منظمه الصحه حذرت منه اللي هو فليرت، ان هو سريع الانتشار واصاباته كتير جدا. لكن لو قيمنا حدته وخطورته حتى الان لحد دلوقتي ما فيش تقارير بتقول ان هو اكثر من صادقيه، يعني لم يطرق عارض جديد، لم يطرق اي مضاعفات خطيره جدا حصلت الفتره دي من هذا الفيروس، فبالتالي وضع وبائيا مستقرين انتشار عالمي لهذا الفيروس، ولكن كخطوره وكحده وكمضاعفات بنسبه كبيره جدا كسابقي اللي هي النسب المعتاده. كورونا من نعمه ربنا قلت حدته قلت خطورته لدرجه ان احنا كل الادوار التنفسيه دلوقتي معظمها بسيطه، في انتشار لبعض العدوات الفيروسيه ولكن معظمها مش خطير، شدته اقل. احنا في موسم، احنا التقلبات الجويه والموجات الحاره ما بين انخفاض وارتفاعات الحراره دي بيساهم في انتشار الفيروسات التنفسيه، مش كورونا بس، البرد والانفلونزا، العالم كله بيشهد موجه من الفيروسات التنفسيه، مش فليرت بس، وده بسبب التقلبات الجويه، تغيرات الطقس، دي بتساهم بنسبه كبيره جدا في انتشار العدوات التنفسيه سواء البرد او انفلونزا او كورونا بمتحوراته، حتى هذا التحور الجديد اللي لحد دلوقتي لم يثبت دخوله مصر، ولكن عالميا بقى ليه انتشار في بعض الدول، ومنظمة الصحة العالمية بتحذر كل مرة منه من قدرته وسرعته على الانتشار. كل التحورات السابقة بالفعل كان بتكسب الفيروس قدرة وسرعة على الانتشار السريع. طيب دكتور، يعني بالنسبة للبيان اللي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية وتحدثت عن أنه تقريبا ربع الإصابات أو ربع إصابات كورونا حول العالم هي بسبب هذا المتحور، وبرضه بالإشارة للتحذيرات اللي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، مدى جدية هذه التحذيرات زي ما حضرتك بتتكلم أنه هو الفكرة كلها في يمكن الانتشار، لكن حدة الفيروس نفسه أو حدة الإصابة نفسها بتكون أقل؟ بالفعل هو طبيعة الفيروس والتحور الجديد انتشار سريع، وده حصل على فكرة مش أول تحور يحصل بيكون في تشبع بعدها أن يبقى فيه إصابات كتير، ولكن لو قيمنا التحورات دي كلها نسب وفيات، نسب دخول في مضاعفات، نسب اشغال مستشفيات، نسب رعايه اقل بكثير بكثير من التفرع او التحور الرئيسي اللي هو اوميكرون اللي هو اخر التحورات الرئيسيه. يعني هي فندم بمثابه خلينا نقول متابعه لهذه المتحورات مش تحذير، يعني هي اكثر منها متابعه. ليه؟ لان يعني منظمه الصحه العالميه في الاول كان في نوع من التكاسل، فابتدت اي ظهور او انتشار لفيروس كورونا او تحور بتدي تحذيرات وتحطه تحت الاهتمام والمتابعه، هل هيحصل تحور اكبر؟ هل هيبقى فيه مضاعفات؟ لكن لحد دلوقتي كل ما ظهر علميا من كل الدراسات ان هو سريع الانتشار بالفعل، لكن كحده وخطوره ومتابعه حتى الان لم يثبت وهو تحت المتابعه حتى الان، ولكن التحذير الاقصى ان هو بفكره الهروب المناعي، ان اجسادنا اللقاحات اللي خدناها مر عليها فتره كبيره واللقاحات لا تعطي مناعه طويله الابد، ان حصل نوع من الهروب المناعي، ان جهازنا المناعي منظومه اللقاحات اللي تم اخذها ما بقتش تقدر تتعرف على الفيروس، عشان كده معظم الشركات الان ابتدت تتجه لانتاج لقاحات تحتوي على السلالات الجديده. فكره الهروب المناعي دي موجوده مع التحور الجديد، ان بمعنى ان فكره او منظومه اللقاحات ما بتديش مناعه طويله الامد، المناعه اللي خدناها من اللقاحات ممكن ما تديش مناعه ضد التحور الجديد. ولكن من نعمه ربنا برضو ان هو مش
شديد الخطورة، فبالتالي مناعتنا الطبيعية والتلقائية هتتعرف عليه عادي، تقدر تواجه مش هيكون ليه مضاعفات، وده اللي موجود حاليا ان هو سريع الانتشار بدون اي مضاعفات او خطورة. طيب دكتور أمجد، وحضرتك كنت ضيفنا بشكل تقريبا مستمر في بداية ظهور فيروس كورونا هنا في البرنامج، وكان برضو عبر المداخلات التليفونية، وكنا دايما بنتكلم انه مع ارتفاع درجات الحرارة بيقل انتشار فيروس كورونا، او احنا كنا دايما بنستنى الصيف لانه الانتشار بيقل. طب دلوقتي احنا بنقول انه ارتفاع درجات الحرارة بيؤدي الى زيادة الانتشار، طب نفهمها ازاي دي يا فندم؟ طيب احنا زمان كنا بنقول ان طبيعه الفيروسات بتقل مع ارتفاع الحراره، لكن احنا للاسف مش في ارتفاع حراره، احنا في تقلب جوي ما بين انخفاض والحراره. احنا في طقس من اسبوع كان ممكن فيه شويه هواء، من النهارده حر جدا. فكره تغيير الجو ما بين حراره جديده وما بين انخفاضات، ما فيش استقرار في الحراره، يعني احنا لسه ما قلناش ان احنا في الصيف، الصيف لسه 20/6، احنا لسه ما بين حراره جديده قوي وهيبقى فيه انخفاض تاني. ده بيساعد الفيروس على النشاط وبيساعد اجسامنا كمان تقبله، ان انت الجو بارد، لا سائح، شغل التكييف، بيعرض اجسامك من حراره عاليه لحراره منخفضه، ده كله بيساهم على انتشار الفيروس وسهوله دخوله في اجسادنا. ان جهازك المناعي، انت دلوقتي خففت مره واحده والجو سقع تاني، لا شغلت تكييف، لا شغلت مروحه، ده بيساعد بنسبه كبيره ان انت شخص طقس متقلب ما بين ارتفاعات وانخفاضات، ما بين انت تلبس شتوي وتلبس صيفي، ده بيساعد على دخول الفيروس على اجسادنا وكذلك على سرعه انتشاره. لكن ما فيش ثبات في الطقس، احنا في موسم تغيير جو ما بين انخفاض وارتفاع، لكن عند ثبات الحراره هتقل شده الفيروسات التنفسيه، سواء ثباتها في الحراره او ثباتها في الانخفاض. فبالتالي احنا لسه لا شتاء لا صيف، ارتفاعات وانخفاضات، ده بيساعد في انتشار العدوات التنفسيه، حتى الانفلونزا تنتشر في الطقس المتقلب، البرد ينتشر في الطقس المتقلب، كورونا كفيروس تنفسي ايضا ينتشر في هذا. أمجد، يعني نشكر حضرتك اكيد جزيل الشكر على كل هذه الايضاحات، ويعني حتى الان لا داعي للقلق من هذا المتحور الجديد. نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسيه والمناعه بالهيئه العامه للمصل واللقاح.